هو في كده ابو حميد في التاريخ لما بنبص له في حاجه اسمها دروس مستفاده، حتى وان كان عندك رغبه في الخروج او رغبه في الاستفاده، ايا كان طموح كل انسان حق مشروع، وكل واحد في الدنيا دي بالتاكيد بيبص على مصلحته، لكن هو ازاي بتخرج من الباب هي دي القصه. تبص الامثله ونماذج كتير جدا خرجت فاتقفل من وراها الباب، واتقفل والقبل الباب الحقيقه، وده الاهم من الباب، قلوب الاهلاويه، قلوبها وعقولها وذاكره جماهير النادي الاهلي. لما بتعمل اكس على حد صعب قوي، لا اداره تقدر تفرض ده، ولا اداره تقدر ترجع ده او تفرضه على جمهور النادي الاهلي. وناس كتير جدا خرجت وهي رافعه راسها، وما زالت بتحظى باحترام وحب وتقدير جماهير النادي الاهلي وادارات النادي الاهلي المختلفه والمتعاقبه. ده اللي انا شفته اخر سنين بصراحه، ان كل جماهير النادي الاهلي بقى انتمائها للكيان مش للاعيب. ما دي اللي بتحصل مشكله من المنطقه دي. أي. ان هل انت هتنتمي او هتزعل على لاعب مثلا مشي بطريقه مش كويسه من النادي الاهلي، ولا ان انت بتنتمي للكيان هو خلاص مشي صفحه واتقفلت. احنا بنبص للبطوله هتتجاب ازاي، مين الصفقات اللي هتضيف للسكواد الموجود. بقى في اولويات في حته الانتماء. هو فعلا بقت كل جماهير النادي الاهلي او كل محبي النادي الاهلي بقى عندهم الثقافه دي، ثقافه ان انت ازاي بتنتمي للكيان ما بتنتميش لاشخاص. عشان كده دايما بيبقى اي حد موجود داخل النادي الاهلي بيبقى حريص كلاعب او كمجلس اداره او كجهاز فني بيبقى انتمائه للكيان مش لماده او ان انا هطلع احترف مثلا او اي حاجه ثانيه. بيبقى كلها شبكه واحده كمجلس اداره او لاعب او مدير كوره او جهاز فني، كلها بتبقى بتشتغل لمصلحه الاهلي سواء كان موجود داخل النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي. هي بتتحس يعني الجمهور بيحس اللعيب اللي في الملعب ده جاي موظف وجاي واخد الدنيا بروباجندا وشهره ومصلحه زي ما بيقولوا، ولا لعيب بيموت نفسه عشان يحقق للاهلي ولجماهيره كل اللي بيتمنوه. حته الانتماء دي بتتحس، واللي بيوصل للجمهور بجد الجماهير بترفعه يعني سبع سما ما طبعا. بيتنسيش. يعني سلم مش الحاصل مثلا وانه بطل مش من كتير، لكن عمرك ما تحس ان الجمهور لما بيشوفه او بيجي في اي مناسبه الا انه الناس مقدره تماما، لانها مدركه ان مشوار وليد كان نتيجه انتماء حقيقي وتقدير حقيقي لجماهير النادي الاهلي. وفي طبعا انا بقول على سبيل المثال عشان ما بنساش في حد، امثله كتير طبعا. وفي امثله كتير جدا طبعا. ده هنا لما بنتكلم دايما او لو هتسلط الضوء على اوضه لبس النادي الاهلي، هي دي اللي بيخرج منها البطوله. يعني دي اللي بيخرج منها البطوله او ثقافه اللعيبه وتركيزهم ان انت ازاي تحرز البطوله. ده بيوصل اكيد لجماهير النادي الاهلي، بيوصل ان اي لاعب بيخرج عن النص بيوصل لمجلس اداره النادي الاهلي ان ده لاعب خرج عن النص. لكن لما بتتكاتف انت كلاعب او بتقدر المسؤوليه الكبيره اللي عليك تجاه ناديك وبالذات اخص النادي الاهلي، هتلاقي ان اوضه لبس دي لازم هتغرك بطوله. وده اللي وصل له من الخبرات اللي مطمنا كلنا كمحبين النادي الاهلي هي لعيبه النادي الاهلي طيب. وثقافتهم وكيفيه تعاملهم مع الامور. يعني قبل ما اكلمك على صفقات الاهلي الجديده وميركاتو الاهلي وعوده حتى الاعارات، ازاي شايف الميركاتو بتاع الانديه اجمالا بتاع الدوري المصري؟ وهل شايف ان في انديه عملت صفقات ممكن تغير من شكل الخريطه او تكون ليها تاثير كبير جدا على شكل المنافسه في الدوري السنه الجايه؟ اكيد ما فيش شك. انا بحترم جدا اي مجلس اداره او اي فريق بيحافظ على القوام الاساسي بتاعه. يعني ده مهم جدا، وده ما يميز النادي الاهلي السنه دي. يمكن اغلبيه الفرق بتدعم بشكل كبير جدا، لكن الانديه اللي هتواجه صعوبه هي اللي بتغير 15 لاعب او 16 لاعب. والانديه برضو اللي هتواجه صعوبه هي كتر التغيير المدير الفني. يعني زاد من وجهه نظرك هيواجه صعوبه في الدوري السنه دي؟ زد بتهيألي زد هو اكبر عدد صفقات. يعني هو بيراميدز وصل سبع صفقات دلوقتي اعتقد النهارده، زد داخل في حوالي 10 او 11 صفقه. لا انا بتكلم على مش الانديه اللي صاعده. طبيعي ان انت تغير، طبيعي ان انت تجيب لعيبه خبرات من الدوري الممتاز. ده هيتوقف على نوعيه او كواليتي اللعيب اللي انت جايبه. بتراهن على زاد يا احمد؟ طبعا بتراهن على اداره زاد. اداره محترمه جدا بتشتغل باحترافيه كبيره جدا سواء على مستوى قطاع الناشئين او التطور مع الفريق الاول. يمكن انا عشان عادل ابني في المنظومه فعارف المنظومه دايره ازاي بشكل احترافي بشكل كبير جدا. منظومه ناجحه. كنا بنتكلم قبل الهوا على طول على عمر خضر انا بشوف ان طبعا اللي احنا اتكلمنا عليه وقلنا احترافه في استون فيلا نموذج للاعب محترف. يمكن هو عادل ابني بيحبه جدا وعمر بيحبه جدا، فانا عارف سلوكيات عمر مهمه جدا.
لعيب كبير جدا، اتفرجت عليه اكتر من مباراه، مستواه ثابت بشكل كبير جدا، مكسب لفرقته بمعدل كل مباراه بيسجل هدف. لا لعيب مميز. ستايل مين هو، مركزه ايه؟ جناح شمال. جناح شمال، هو من النوعيه اللي بيخش ويعمل ار 2 في البعيده في لا هو حافظ المكان ده كويس، مهاري جدا، عنده ملكه ان هو واحد على واحد، عنده شخصيه. انا صغير في السن، 16 سنه او 17 سنه. بس يلعب فيرستين، يعني يلعب فلسطين مرتاح، يلعب فلسطين في ظل يعني انا بقول قله المواهب في مصر، ده اضافه للكره المصريه، يعني اضافه للكره المصريه وهيبقى اضافه للمنتخب. صحيح، بس هي